ماينكرافت، ولكن انا كريبر وهدفي اني الاقي فحم. طبعا التحدي ده اتطلب مني امبارح عن طريق مصطفى جيمنج، فانا ان شاء الله هعمل التحدي. ولكن قبل ما ابدا حابب اشكر مصطفى جيمنج على التعليق الجميل، ويلا بينا نبدا التحدي. ويلا بينا يا اساطير نبدا التحدي. فمش حاطط سكن ولا حاجه، ده مود بيخليني احول نفسي لموب، اي موب عشوائي. فهدف ان اجيب فحم، طبعا مصطفى جيمنج قال لي هدفك الفحم. ف يلا بينا ندور على اي كهف عشان نلاقي فحم. طبعا يعني حاطط قريه برضو، نفس القريه هحطها كل شويه لو حابين يعني. ف الجولم موجود، ولكن انا مش عايز الجولم، انا عايز هدفي اني اجيب فحم بسرعه. فاهلا بالقريه، وهدفي اني اجيب فحم. فاعتقد الاقي كهف هنا، ولو لقيت كهف هنزله واجيب واخد الفحم. فالمورف مش لازم، مش محتاج جو. ف يلا بينا. فشوفوا ما فيش فحم هنا، فلازم نطلع وندور في مكان تاني في القرية دي. فيلا بينا ندور على فحم وبسرعة. فيلا بينا. الهدف فحم. طبعا التحدي صعب، التحدي صعب، لا التحدي سهل 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 يا مصطفى، سهل يا مصطفى جيمك. طبعا التحدي سهل جدا جدا، ولكن مشكلة بقى في الفحم. طبعا ممكن ايه ده، اوه في قطة حواليا، فانا بخاف من القطط. ف عادي يلا بينا. طبعا مش عارف اقول ايه، ولكن كريبر يعني. وهحط تحدي من عندي، ممنوع المس اللون، اللون الاصفر. تمام، ممنوع المس اللون الاصفر. وقعت في حتة غريبة، فاتمنى الاقي فحم بسرعة. يلا بينا. فحم فحم فحم، مش معقولة. فاحنا قريبين جدا جدا من اللون الاصفر، فخليني اخد بالي واطلع كده. فيلا بينا. اوه طبعا لازم احط كده، ولقينا خشب. يلا بينا نجمع خشب كده سريع. فطبعا هجمع شوية خشب بسيط كده عشان ايه اعمل لي بيكاكس. فهات بس 12 او 3 خشبات يعني، بس اللي هما يعملوا 12 يعني. فطبعا يلا بينا. طبعا شايفين انا كريبر اهو، عشان محدش يقول لي ايه مفبرك كده. ف يلا بينا نحط الكرافتنج تيبل، وهعمل بيكاكس وسيف. طبعا يعني اول مره كريبر يمسك سيف طول حياته. ف يلا بينا نشيل الكرافتنج ونروح بقى من الناحيه دي، نمشي من هنا وهذا وندور على فحم او اي كهف. فاتمنى نلاقي كهف تحت الميه. ولو ولو ممكن اشيل تحدي اللون الاصفر، لان احنا هدفنا الفحم واللون الاصفر مش هيفرق. فيلا بينا، خليني بس ارجع للقريه بسرعه عشان الاقي كهف يعني في القريه مثلا. فالمكان ده ما فيهوش اي فحم. يلا بينا، عايزين فحم فحم. طبعا بلاك سمنت، هنشوف لو في بيكاكس مثلا او سيف او اي حاجه. فيلا بينا نفتح، وايرون كتير. تمام، بس انا مش محتاج كل ده، محتاج السيف. تمام، مش محتاج كل ده، محتاج السيف. فيلا بينا، محتاج برضو دروع يعني، بس مش دلوقتي، مش محتاجة دلوقتي. فهدفنا دلوقتي فحم، ويعني التحدي شكله بدأ يصعب عشان اسمه ايه الفحم، مش لاقي كهف اصلا يعني. فلكن انا مش عارف ليه ما عنديش قدرة الانفجار، ولكن يلا بينا يلا بينا تحدي الفحم. طبعا انا مش لاقي فحم ولا كهف اصلا عشان الاقي فحم يعني. فتحدي صعب جدا جدا جدا، وتحدي حلو جدا جدا من مصطفى جيمنج، ولكن لا مفيش كهف هنا. لا لا طبعا هدفي كهف بس بسرعة عشان الاقي فيه فحم. فلقينا مكان فيه ستون لافا، اتمنى نلاقي فحم. خلينا نشوف كده، لا دي لافا هنا، لو وقعنا في سيف الايرون هيضيع. طبعا لقينا لافا، فهدفي بقى ان احنا نلاقي كهف عشان نلاقي الفحم. طبعا شوفوا انا بقيت جوع، ولازم ارجع القرية دلوقتي، وانا دلوقتي مع المفروض يعني متيم مع اسمه ايه الوحوش اعتقد كده. لو في وحش هجمني مش عارف اعمل له ايه، انفجر فيه ولا ايه. فمشكلة بقى القطط في القرية. ف
فهذا فيه فحم ويعني حاجة صعبة جدا 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 جدا. فشوفوا لقينا كهف بسيط، فيا رب نلاقي فحم. لابس لازول وما نلاقيش فحم، تخيلوا يا اساطير. لا مفيش فحم هنا طبعا يا اساطير، مفيش فحم هنا. فيلا بينا نطلع نطلع نطلع. مش عارفه ادور بالليل ولا الكريبر. يلا يلا مش لاقي. اوه كريبر حبيبي ازيك، والله لو انفجرت فيا بحاجة مش حلوة يعني. فتعالى يا كريبر. واو والله كريبر محترم، اول مرة اشوف كريبر بالطريقة دي. فهدفي فحم، فيلا بينا ننام بسرعة. وهدفي ان فحم يعني واعمل بيه شمعة يعني. شوفوا الكريبر نايم وهو واقف، سبحان الله. طبعا الكريبر نايم وهو واقف، فالكريبر في الكريبر. فانا عايز فحم. طبعا ممكن الاقي كوب تحت المية ان شاء الله، ربنا يستر. طبعا اعتقد احنا طلعنا باب كده يعني، دي نفس ده. فادور على اكل بسرعة بسرعة اكل. طبعا كريبر، فلو متنا مرة واحدة خلاص التحدي يخلص، ونكون خسرنا التحدي، وان شاء الله يكون ليه جزء تاني. خليني ادور هنا كده، حاسس ان في كهف هنا. خلينا ننزل بالبيكاكس التعبان ده. خليني ادور، يا رب نلاقي فحم كده واحنا نازلين. فدلوقتي التحدي بدأ يصعب جدا. خلينا ندخل هنا مثلا يعني، ان شاء الله الاقي فحم في طريقي. فيلا بينا. طبعا التحدي انا عارف طولت معاكم كتير في التحدي ده، فان شاء الله احاول اخلي التحديات التانية. كهف، لقينا كهف، مش عارف هندخله ازاي من غير شموع. فهذا في فحم، فحم بقى كهف، لقينا كهف حقيقي. فلكن فين الفحم؟ فين الفحم؟ طبعا خليني ادور على الفحم. وتحدي صعب، تحدي صعب جدا جدا جدا، ومنتظر ان احنا نلاقي فحم. فلو لقينا فحم في القريب من اللوفا مش عارفين نجيبه، كاننا كسبنا التحدي عشان انا مش عارف. اوه لقينا فحم، لقينا فحم يا اساطير، لقينا فحم وكسبنا التحدي. ياس كسبنا التحدي، كسبنا كل الفيديو. واشوفكم في حلقات قادمه من قناه احمد توكسس جيمنج. ولكن قبل ما اقفل، توكسس طلبت مننا تحدي ماينكرافت، ولكن انا ارنب وهدفي اني اجيب امرولد. وان شاء الله هنزل لكم الجزء الثاني من تحدي الايرون جولم. و